আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আজকে আমরা সূরাতুল বাকারার 44 নম্বর পর্বের ক্লাস করব ইনশাআল্লাহ। তো চলুন সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ يكتمون ما أنزلنا
মা আনজালনা মিনাল বাইয়িনাতি মিনাল বাইয়িনাতি ওয়াল হুদা ওয়াল হুদা মিন বাদি মা তাবায়্যানাহু মিন বাদি মা তাবায়্যানাহু লিন্নাসি ফিল কিতাবি লিন্নাসি ফিল কিতাবি উলাইকা ইয়ালআনুহুমুল্লাহু উলাইকা ইয়ালআনুহুমুল্লাহু ওয়া ইয়ালআনুহুমুল লাঈনুন ওয়া ইয়ালআনুহুমুল লাঈনুন الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله উলাইকা ইয়ালআনুহুমুল্লাহু ওয়া ইয়ালআনুহুমুল লাঈনুন ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকতুমুনা মা আনজালনা মিনাল বাইয়িনাতি ওয়াল হুদা মিন বাদি মা بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا
وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমরা এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবার বলবো। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العظيم.